أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا على وشك السفر لبلاد الكفار، ولكنني يقول سلمك الله: أنا على وشك السفر لبلاد الكفار ولكنني أخاف على نفسي من الحرام والنظر المحرم، فهل يجوز لي الزواج بنية الطلاق إلى أن أرجع إلى أهلي دون علمهم؟ لا، ما يجوز هذا. هذه متعة، متعة مبيتة منوية، فتجنب هذا الشيء. تزوج بنية الرغبة في الزواج، فإذا ما أصلحت لك تطلقها، وإن أصلحت تستمر معك. إيش الداعي أنك تنوي الطلاق؟ ما يحتاج تنويه. تزوج بنية الرغبة في الزواج، فإن صلحت لك تستمر معك، وإن لم تصلح طلقها. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.